حياكم الله مشاهدينا الكرام، نرحب في دائما بكم في صدى أقلام جديد وجولة صحفية جديدة نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. مركز بحوث دولي، تحديات كبيرة داخلية وخارجية بانتظار الحكومة الجديدة القادمة. في يقينت حقوق الإنسان، عدم عودة العائلات إلى المقدادية بسبب الطوق الأمني. نقرأ في الهيئة نت قسم الإعلام، وضع الحكومة البريطانية حركة حماس في قائمة الإرهابي، سلاح سياسي لدعم الكيان الصهيوني المحتل. العربي الجديد، أوروبيون يقاومون إعادة فرض قيود كورونا. خبير تركي لعربي 21 أنقر عازمة على إنهاء باكاكا في أثناء 2021. وفي الشرق الأوسط نقرأ 40 قتيلا في تظاهرات السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة. نقرأ في النهار العربي، التحالف يدمر 13 هدفا عسكريا حوثيا في صنعاء وصعدة. من صحيفة الميثاق الوطني مشاهدينا الكرام، نبدأ مع الكاتب عمر الحلبوسي، إذ لم يعد يخفى على أحد ازدحام الساحة العراقية بالتشكيلات السياسية التي تنوعت وتعددت مسمياتها، لكنها تتشابه بالخطاب المعسول والمتكرر الذي أفقد الجمهور العراقي الثقة بهذه التشكيلات التي تحوم حولها كثير من الشبهات، سواء كان أفرادها أم داعميها أو حتى في مصداقية ما تدعيه. فقد تكشفت للجمهور العراقي تشكيلات كانت تحمل أسماء رنانة، لكنها ما إن ذاقت بعضا من حلاوة المال وكبرياء المنصب حتى نكصت على أعقابها في مستنقع اللصوص، وتحولت من دعاة حقوق الإنسان إلى تحول أفرادها إلى سراق حقوق بحسب تعبير ما جاء في صحيفة الميثاق الوطني. فنتابع تفاصيل. إن المتتبع للتشكيلات السياسية في العراق، سواء المشاركة في العملية السياسية أو التي تدعي مناصرة حقوق الشعب أو المعارضة، يجدها عبارة عن دكاكين ببغاوية تردد نفس الشعارات وتخطب بنفس الخطاب، وأنها تشكيلات مناطقية لا وزن ولا أثر لها، وكذلك لا تمتلك أي منها مشروعاً وطنياً متكاملاً، بل إنهم ولدوا الصدفة، خلقوا في ظلام الفوضى التي تضرب أطناب العراق، وأنهم جزء من الممثلين في السيرك السياسي الذي أوجده الاحتلال. ولو تتبعنا مسار شخوصها لوجدناهم خرجوا من كنف بعض الأحزاب المارقة أو من الذين سخروا أنفسهم لفتح دكاكين لخداع الناس، ثم يغيروا لدكان آخر مع كل منعطف يمر به العراق. فقد اتضح للجمهور أن المتسلقين الجدد أصحاب الدكاكين الجديدة ما هم إلا علامة تجارية مقلدة من دكاكين سابقة، وهو ما تسبب بعزوف الجمهور عن المشاركة بالانتخابات وعدم التصويت لا للدكاكين القديمة ولا نسختها الجديدة، كونهم خرجوا من تحت عباءة واحدة، كما أن مواقع التواصل تعج بالدكاكين. أضاف الكاتب أن الحل الأمثل يكمن بمشروع وطني متكامل الأركان يقوم على الخبرة والطاقة، يوحد أبناء الشعب العراقي تحت خيمة واحدة متساوون بالحقوق والواجبات، ويضم نخبة من الأطياف كافة العلمية والمهنية والفكرية الذين يوحدون الأهداف والرؤية والرسالة بخطاب وطني لا تشوبه شائبة، وبقرار عراقي داخلي وإرادة شعبية تتكلل بمشروع يكون بمنزلة سفينة نجاة للعراق، يضم في طياته الحلول كافة للمشكلات التي تعصف بالعراق. عن هجرة الشباب من كردستان، تراكم الأسباب وغياب المعالجات، كتب شاه القرداغي مقالا في موقع مركز راسان جاء فيه: بينما ينشغل الشارع العراقي بصورة عامة بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية
وتداعياتها وتصعيد أنصار الميليشيات المسلحة في بغداد ومحاولات الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأبعادها ونتائجها، ينشغل المواطن في محافظات شمال العراق بأمر آخر مختلف تماما، وهو هجرة الآلاف من الأسر والشباب إلى الخارج والذهاب إلى بيلاروسيا في رحلة شاقة مليئة بالمخاطر في سبيل الوصول إلى أوروبا والاستقرار هناك بحثا عن حياة أفضل حالا. أصبحت قضية المهاجرين الكرد إلى أوروبا قضية الرأي العام الكردي في كردستان العراق، حيث يؤكد آري جلال مسؤول مؤسسة القمة لشؤون المهاجرين واللاجئين أن الأشهر العشر الأولى من العام 2021 سجلت هجرة 37 ألف شخص من العراق معظمهم من كردستان، منبها إلى أن الأرقام تتصاعد بنحو مقلق بسبب عدم اكتراث حكومة كردستان لمطالب الشباب وتوقف تعيين خريجي الجامعات وتوفير فرص العمل لهم. ومنذ بداية ظهور الملف على القنوات المحلية والعالمية وتحويله إلى ملف يثير انتباه العالم، حاولت حكومة كردستان ومن خلال الإعلام القريب منها أن تنفي وجود مشاكل لديها بحيث تدفع الناس للهروب إلى الخارج. عدم الاعتراف الصريح والواضح من قبل الحزبين الحاكمين في كردستان بوجود فساد متجذر ومحسوبية وغياب للشفافية والعدالة في توزيع الثروات من الأسباب الرئيسية لاستمرار موجات الهجرة إلى الخارج في ظل غياب الإرادة الحقيقية التي تعترف بالمشكلة، خاصة أن كردستان نجحت خلال الأعوام الماضية في إعطاء صورة إيجابية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن صور هجرة الآلاف من المواطنين نسفت كل هذه الجهود وأكدت وجود مشاكل حقيقية حاول الإعلام الحزبي أن يغطيها أو حاول إنكارها لفترة طويلة. أضاف الكاتب: يبدو واضحاً من خلال تصريحات الشباب المهاجرين إلى أوروبا ومواقفهم أنهم وصلوا إلى حالة من اليأس نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها كردستان في ظل غياب أي رؤية سياسية جديدة قادرة على إعادة بناء الثقة بين الشباب وبين المنظومة السياسية التي أصبحت تطلق الوعود والتعهدات فحسب، وغالباً ما تكون تخديرية لا ترقى إلى مستوى المعالجة الجذرية لهذه الأزمة الخطيرة. الكاتب نجم دليمي تساءل: هل يوجد نجاح في العراق منذ الاحتلال الأمريكي ولغاية اليوم؟ ويجيب هو على تساؤله هذا عن تساؤله قائلا: نعتقد أنه لا يوجد أي نجاح مهم وكبير قد تحقق للشعب العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لغاية اليوم، إذ يلاحظ فشل ذريع لنظام المحاصصة السياسية والطائفية والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم إقليميا ودوليا، فهو إخفاق ذريع لما يسمى بالعملية السياسية للأحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم. من أسوأ ما حققه نظام المحاصصة المقيت هو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد، وخاصة وسط الشباب، وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة، وتعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأوليغارشية المافيوية الحاكمة، وتشديد التبعية للقوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الدولية، ومنه صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة التجارة العالمية، وفقدان القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني في العراق المحتل اليوم. إن أخطر ما يواجهه المجتمع العراقي اليوم هو عملية التخريب المنظمة للاقتصاد والمجتمع العراقي، فالتعليم ولجميع مراحله الدراسية أشبه بالمنهار عملياً. سياسة أسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية قد أنتجت نتائج كارثية، ومنها أن الجامعات والمعاهد العراقية أصبحت تخرج أشباه الأميين بشكل عام،
تزوير الشهادات أصبحت سمة مميزة في قطاع التعليم، وتشير التقديرات بوجود أكثر من 30,000 شهادة مزورة للماجستير والدكتوراه وبأسعار لا تقل عن 10,000 دولار يتم الحصول عليها من قبل الدول العربية والإقليمية. أضاف الكاتب: هناك هروب للأموال، هناك غسل للأموال التي يقوم بها المتنفذون في السلطة الحاكمة والغاشمة اليوم، ومن دون أي حساب أو رقابة، والقوى الإقليمية والدولية تعرف جيدا ذلك ولم تتخذ أي موقف من هذه السرقة، سرقة ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج، والتي تجاوزت أكثر من 800 مليار دولار. ونقرأ مشاهدينا الكرام مقالا في موقع عربي 21، جاء فيه: لعل من أغرب المفارقات أن يكون قد طرح قبل أسابيع قليلة موضوع مطالبة بريطانيا بالاعتذار عن دورها التاريخي في نكبة الشعب الفلسطيني، سواء عن طريق وعد بلفور أو الانتداب البريطاني الذي مهد الطريق أمام الصهاينة لغزو فلسطين والاستيلاء على أراضيها والطرد الساكنين منها ومطالبتها بدفع تعويضات ولو عن جزء يسير جدا مما تكبده الفلسطينيون من خسائر وما خاضوه من معاناة. ولكن بدلا من ذلك تصر بريطانيا على توجيه صفعة جديدة لفلسطين وأهلها بقرار يؤكد استمرار وقوفها مع المحتل المعتدي يسوغ ظلمه ويجرم ضحاياه. على الرغم من أن القرار البريطاني مؤسف ومزعج ويشكل نصراً سياسياً ومعنوياً لإسرائيل وأنصارها، إلا أنه لن يكون له كبير أثر على النضال الفلسطيني، فالقضية هنا ليست حماس وإنما فلسطين. فحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المناضلة ما هي سوى أدوات أبدعها الشعب الفلسطيني في مسيرته النضالية الطويلة من أجل الحرية والكرامة واستعادة الوطن السليب، وهذه الأدوات قد تضعف وتقوى، بل ويمكن حتى أن تنتهي، وإذا ما انتهت فلسوف تستبدل ويظهر غيرها لا محالة لتسلم الراية ويستأنف المسير. فالمهم هو الفكرة، وهذه هي التي تظل حية ما عاش المؤمنون بها. إنها فكرة أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري استيطاني دخيل وخصم للأمة بأسرها، مشروع لا مفر من أن يتحرر منه أهل فلسطين بل والعرب أجمعون، ولا حتى يتوقع أن يكون لهذا القرار كبير أثر حتى على حركة حماس، فهي لم يكن لها نشاط رسمي في بريطانيا حتى تفقده، وليس لها مكاتب ولا مؤسسات ولا ممثلون ولا ممتلكات. نعم لديها أنصار ومؤيدون وهم كثر، ولكن حتى هؤلاء لا يعملون لحماس وإنما لفلسطين، ومناصرتهم لحماس نابعة من كون مشروعها يمثلهم أكثر من المشاريع الأخرى المطروحة على الساحة. وأضاف الكاتب: ما كانت بريطانيا لتقدم على إعلان حركة حماس منظمة إرهابية وتجريم التعاون معها والتعبير عن التأييد لها لولا تغير البيئة العربية التي تحولت من بيئة شبه حاضنة للمقاومة ولحركة حماس إلى بيئة معادية للمقاومة ومناوية لهذه الحركة. كل ذلك شجع اللوبي الصهيوني على اغتنام الفرصة والتاهب لانقضاض جديد وشرس على المقاومة وقواها وأنصارها. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا ذكرت فيه أنه بعد أشهر من إطلاق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العنان لأزمة المهاجرين ضد الاتحاد الأوروبي، استدارت المناورة دورة كاملة. فقد ذكرت الصحيفة في تقرير لها أن نظام لوكاشينكو يكافح الآن بشأن ما يجب فعله مع الآلاف من الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، الذين استدرجهم من الشرق الأوسط وما وراءه، والرجل الذي يطلق عليه غالبا آخر ديكتاتور في أوروبا يحاول حفظ ماء الوجه بعد محاولته معاقبة جيرانه
بسبب العقوبات. يدعي لوكاشينكو أنه حل الأزمة في حديثه مع ميركل دون أن يوضح كيف، لكن الآلاف من المهاجرين تركوا داخل حدوده، يضع هذا لوكاشينكو في موقف صعب للتعامل مع مشكلة من صنعه، بينما يحاول أيضاً حماية الصورة التي صنعها لنفسه على أنه الضامن الوحيد لاستقرار وأمان البلاد. شجب قادة الاتحاد الأوروبي وحلفاؤهم لوكاشينكو الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، لكنه حرم الاعتراف به في العواصم الأوروبية بعد الاشتباه بحدوث تزوير في الانتخابات العام الماضي لشنه هجوماً مختلطاً باستخدام الأشخاص الضعفاء مستغلاً أحلامهم في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. وافق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على فرض جولة خامسة من العقوبات تستهدف الأفراد والوكالات وشركات الطيران المتورطين في جذب المهاجرين إلى بيلاروسيا. وقال شريبمان في النهاية: إذا قارنت هذا الوضع بما كنا عليه قبل الأزمة، فإن بيلاروسيا تعاني كنظام ودولة. فرض على نظام لوكاشينكو عقوبات جديدة، كما أن سمعته تضررت. وأضاف الكاتب يقول المحللون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بنفوذ كبير على لوكاشينكو، قد سمح للأزمة أن تستمر حتى الآن. لقد أوضح لوكاشينكو للقادة الأوروبيين أنه لا يذهب إلى أي مكان، إنه قوي ولا ينبغي أن يتوقع أن يقوم الثوار بإزاحته في أي وقت قريب. إلى صحيفة نيويورك تايمز التي انتقدت بشدة سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وقد نقلت الصحيفة صورة عن المأساة التي يعيشها المهاجرون على حدود بولندا الذين يحاولون الوصول للاتحاد الأوروبي. إنه لأمر صادم أن نرى تلك المناظر، يتجمع الأطفال حول النيران ويحمل الآباء وأطفالهم على صدورهم، بينما ينظر الجنود وراء غابة من الأسلاك الشائكة إليهم بلا مبالاة. لكن الصور من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا مهما كانت مروعة لا ينبغي أن تكون مفاجئة. هذا ما تبدو عليه سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي. لا شك أن الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية، حيث حبس آلاف المهاجرين العديد منهم من العراق وسوريا في غابة متجمدة لأسابيع متتالية، يقع على عاتق زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في انتقام واضح ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظامه. أوصلت حكومته الناس إلى الحدود البولندية شديدة التحصين، حيث لم يواجهوا سوى المشقة والمعاناة، على الرغم من قيام الحكومة بإفراغ المخيمات يوم الخميس، إلا أن الضرر قد حدث، لكن الصفقة كانت خادعة للذات. من خلال إظهار هذا الذعر والفوضى في احتمال وجود المهاجرين على أراضيه، أعطى الاتحاد الأوروبي الدول الاستبدادية خريطة طريق للابتزاز. ركز الاتحاد الأوروبي على لوكاشينكو وشجب أفعاله غير الإنسانية، لكن هذه الكلمات تبدو جوفاء عندما أجبرت بولندا، وهي دولة عضو، أجبرت الناس على العودة عبر الحدود وأطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه عليهم، كما منعت الصحفيين وعمال الإغاثة والمراقبين الدوليين من دخول المنطقة الحدودية. ومع ذلك من اللافت للنظر أن بولندا لم تتعرض لضغوط من الاتحاد لفتح حدودها أمام الفئات الأكثر ضعفاً، وبدلاً من ذلك تمتعت بدعم الكتلة الكامل. ويستخدم المسؤولون الأوروبيون لغة التفوق الأخلاقي والإنسانية من دون سياسات تدعمها، مما يضعف حقهم في انتقاد دول كبيلاروسيا وروسيا. يجب أن يشرعوا في معالجة هذه المعايير المزدوجة على الفور. وفي المقام الأول يجب على المفوضية الأوروبية الضغط على بولندا باستخدام التهديد بالعقاب أو حتى إيقاعه للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة الحدودية عند الضرورة، ومعالجة طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص الموجودين على أراضيها.
من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، اعتماد الجرعة المعززة من لقاحات كوفيد-19 يتوسع، ولكن علماء يشككون، إذ أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أحدث بلد يسمح لجميع البالغين بالحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، بعدما كان الأمر يقتصر على الأشخاص الذين يعانون نقصاً في المناعة والمسنين والأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الوباء. ورأى علماء يتتبعون البيانات الوبائية أن هذا هو الوقت المناسب لهذه الخطوة، ولكن بعضهم الآخر أعرب عن مخاوفه، إذ إن اللقاحات التي أعطيت بجرعتين ما زالت فعالة للغاية من حيث تقليل معدل الأشكال الشديدة من الوباء والوفيات، حسب ما أوردت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى حين مثلت الجرعات المعززة من اللقاحات نقطة خلاف بين الخبراء، صوتت لجنة استشارية تابعة للإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير FDA في شهر أيلول سبتمبر ضد حصول الجميع على جرعة معززة، وحصرت أهليتها بفئات معينة من السكان هم الأكبر سنا والأكثر عرضة والأضعف. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.